مرحبا برج العقرب، أهلا فيكم في قراءتكم. نشوف هني برج العقرب في ناحية الأموال شنو عندك. شوف، أنت مع شريك، أنت مع صديق، أنت وياك واحد هني أو وحدة. عندكم شخص راح يساعدكم تدخلون مع بعض في شراكة جدا ناجحة، ولكن كل طاقة أقول لكم عنها معاها تحذيرات، معاها تحديات، يعني أشياء لو سويتها احتمال تخسر الشيء اللي أنت مقبل عليه. اللي مقبل عليه شوف، في الوسط المجال اللي أنت راح تدخله أغلب الأشخاص رفضوا، لأن هني شوف مو بالسهل إنه يعطونك نوع من الأبروف أو الموافقة، يمنحونك هاي يوافقون عليك. أنت وشريكك، أنت وزميلك، أنت وصديق لك راح يوافقون عليكم في مجال صعب الأشخاص يدخلون فيه، وايد صعب، ومجال ايضا وايد فيه خير. شلون عرفت؟ لان كله ماي، الماي يرمز الى الخير الكثير، الى التكاثر، الى ان الشيء الرزق فيه يصير بعدين هواي سهل عليكم. انزين، ولكن هني في شخص من الجانب الاخر، يعني مثلا لو انتم قاعدين تقدمون على وظيفة في شركة معينة، انت وصديقك هني، في شخص هني في هذيك الشركة، في هذيك الدولة، في هذاك المكان، هو رئيس أو نوعا ما عنده منصب. هذا راح يعطيكم تخويل، راح يعطيكم موافقة، راح دائما يكون يحرص أن أنت وصديقك تقدرون تعبرون، أوكي، يكون هني كأنه ما في ختم على جوازك جواز صديقك، وموافقة أكيدة كأنما هذا الشخص الثالث، شراكتكم اثنين، توجهكم اثنين، بس هذا الشخص الثالث وهو كأنما العمود الفقري. إذا تأزم الوضع، إذا صار في أي رفض، أي مشاكل، أي تأخير، تروح لهذا الشخص الثالث. هل هذه علاقة أو تحالف بالضبط؟ هاي الكلمة اللي عندك لهاي الشهر، إن على الأقل أنت راح تدخل تحالف أخيرا نحطك على الخارطة الصحيحة. برج العقرب، أنت مع شخص، الحمد لله. بقول لكم ليش الشراكة إذا دخلوا فيها أشخاص كثيرين تشوفون بعد فترة أن نوعا ما تزيد المشاكل، زين، أو القلوب ما تتألف على نفس الاتجاه. اللي هني صاير أن على الجانب الثاني في فقط طرف واحد هو المسؤول على أن مثلا يخليكم تعبرون من الجمارك، تعبرون في الهجرة، تعبرون وتحصلون الوظيفة. هذه مو واسطة، ما قاعد أشوفها ترى واسطة، لأن الاستثناء ما قاعد يتم عن طريق معرفة، لا، مو لأن مثلا يعرفون أهلك، يعرفون قبيلتك، يعرفون مثلا والدك، لا، مو هذا النوع من العلاقة. نوع إن هذا الشخص صاحب المنصب راح يختارك أنت وصديقك لسبب ما، ولكن ما يخص الواسطة، سبب مختلف. التحذير الحين، انجي للتحذير عشان بعدين اتكلم لكم شنو راح تحصلون من هاي التحالف. التحذير ان تشوف الطريقة هذه فيها نوع من السرية، فيها نوع من ان، لان قلت لك هاي الموافقة، هذا الختم مو سهل ينحط في هاي الفترة. هاي الفترة فيها تشديد، ومصعبين، مضايقين الخناق، مضايقين الخناق بحيث مو الكل يقدر يتحرك براحته. انتوا بتقدرون تشوفوا يبتدي الشهر بكرت كله حركة، كله دخول وخروج، عبور، تحصل مثلا جرين كارد في امريكا، تحصل نوعا ما تسهيلات كثيرة في العبور في الجمارك، لان هني عندك شخص، لا تنسى عندك شخص على الطرف، شخص مسؤول موافق عليكم، حتى لو تعسر الامر يمشيكم، خصوصا اذا هو كان موجود. هني النصيحة لك او التحذير امامك، ان ما تقدر تحمل معاك او تطلع احد على طريقتك، لا تمشي وتتحدث امام الناس، لا تمشي وتتفاخر امام الناس، لا تنغر. هذا من السهل ان يقع فيها برج العقرب. كل برج عنده تحدي خاص فيه، كل برج عنده حمل خاص فيه. حملك انت ان لا تستسهل الموضوع، لانه صار سهل عليك وعلى صديقك هني او على شريكك، تقول ولا والله خلوني اشرك ناس اكثر، حتى تسويها بطيب نية، ان خلوني اشرك ناس اكثر عشان يستفيدون من الموضوع، لا، ما راح يصير، لان هذا الكارت تسعة الاكواب بيقول لك انت متفرد بالاختيار، هم اختاروك انت لسبب ما. حتى انا كقارئة ما قاعد يصير عندي وضوح، يمكن الشخص هذا ايضا طاقة غامضة،
ليش اختارك انت صديقك، انت اخوك، انت وواحد ثاني زين يتفق معاكم انتوا الاثنين، اذا مثلا تودون بضاعه تجيبون بضاعه، تكونون مسؤولين عن شيء معين. هذا الطرف الثالث شخص مو من ثوبكم، ترى شلون يعلموا من ثوبكم؟ يعني مثلا مذهبه مختلف، دينه مختلف، عائلته مختلفة، يأتي من بيئة مختلفة، مو سهل انه يوافق. فلا تفكر ان هاي الموافقة تقدر تسحبها مثلا او تمددها لأحد زيادة من اخوانك، لا مو بكيفك، هذا الشخص هو اللي يختار. مو تمشي وتتكلم، مو تمشي وتحاول ان تفيد اكبر عدد من الاشخاص، لان احتمال اذا دخلت في هاي الطاقة الرفض راح يشملكم كلكم، التشديد المنع راح يشملكم كلكم، مع ان هني ندخل الشهر احنا في بداية ان شيء يمنح لك تحالف، راح تدخل تحالف. ليش الله راضي عنك؟ رزق من الله سبحانه وتعالى. محتاج هني ان تدرك ان ما تقدر تخبر احد عن هذا اللي بيصير، المفروض ما تخبر احد، ما تمشي وتتكلم، ولا حتى تعطي اسرار المهنة اسم هذا الطرف، هذا الطرف صاحب المنصب، هذا الطرف اللي قاعد يساعدكم من ذاك الجانب. زين ما تعطي اسمه لأحد، ما تذكر اسمه عند أحد، لأن هذه الطاقة هني تقول لك أنت لازم يكون حصر الشيء بالنسبة لك. 9 رقم التفرد، لازم يكون حصر عندك، مو طمع، مو جشع. أوقات في ظروف وفي أمور تصير بطريقة نقدر نساعد الناس، لما يكون مثلا قانون يمشي في الدولة على الكل، بس هني لا، هني أنت في رقم 3 اللي قاعد أشوفه تحصل استثناء جدا خاص وجدا حصري. إذا حاولت تشرك فيه الناس وتتكلم عنه راح تضطر أنك تتخلى عن جزء من حصتك، احتمال كبير أنه يشملك الرفض. شيء جدا جميل أشوف هني، وايد طاقة. بيقولوا لي شنو نوعية الشيء اللي بنحصله؟ وايد فيها طاقة، أنه مثلا لو كان مدرس في الجامعة يثق فيك أنت وزميلك أنه في مسؤولية كبيرة، وبالمقابل يعطيكم امتياز كثير، امتياز كثير، درجات عالية، اوكي، يدخلكم مثلا في لجنة طلابية، اللجنة هذه تعطيكم امتيازات، طريق سهل للنجاح. هذا الطريق اذا مشيت فيه مع هذا الشخص ما في فشل عزيزي برج العقرب، لكن فقط امسك لسانك، فقط قاوم الرغبة في ان تساعد الاخرين، لانه مو شغلتك. نشوف هنا القراءة العاطفية، خليني اقرب لكم الاوراق. عندك شخص عنيف مع الآخرين، راح يكون نبتدي هني مع طاقة الأبراج النارية. إذن طاقتك أنت أيضا واضحة هني، بعد أتتني طاقة برج الحوت حتى هني على الجانب الآخر في القراءة العملية. شوف شريكك اللي حاطنا في بالك راح يكون نوعا ما أمام الناس في الفترة القادمة جاف معاك أو رسمي، شوي رسمي فيها نوع من المخادعة، لأن لا يريد أن هو يعرف شريكك ان انت نقطة ضعفه، لكن لا يريد الاخرين ان يستغلون هاي النقطة ضده، فعشان كذي راح يتعمد في الفترة القادمة ان يكون امام الاخرين رسمي معاك، جاد معاك، زين، يبين للاخرين انه هو احتمال حتى لا يهتم فيك، ولكن راح يصير موقف في الفترة القادمة راح يضطر فيه ان يدافع عنك. لا تنسى هذا الكارت، راح يضطر فيه ياخذ موقف. كنت اتعامل مع شخص يحاول دائما أن يكون حيادي، ولكن في النهاية أنت نقطة ضعفة، لا يستطيع، كأنما حتى رح يحاول يساعدك يواجه هني، في مواجهة، يواجه أهله، لأن هاي من جانبه، هذه الأغصان تأتي من جانبه، الأغصان الشائكة، يحاول يواجه أهله. إنزين في مشكلة، يكون في هني مواجهة، أنت على جانب وهم على جانب مختلف، يحاول أن يخرجك من مشكلة أو يخرجك أمام الآخرين أن أنت الصح، يكسر نفسه عشانك أنت. زين، ولكن في نفس الوقت ما يبين لهم كثيرا أنه هو يميل كل الميل إليك، لأنه لا يريد أن يستغلون عند هاي الجانب. إنزين شريكك أيضا، لما نشوف عندنا كارت برج الحوت العالمة، وهذا كارتك أنت ملك الأكواب، احتمال كبير أنك تتعامل مع شخص عنده شيء في الأبراج النارية، أو هو برج الشمس ناري، قوس، أسد، حمل. شوف هذا الشخص راح يطلب منك طلب جدا غريب في الفترة القادمة، شريكك، الشخص اللي في بالك. إنزين
خصوصا إذا كنتوا تريدون الارتباط، رح مو يشرط عليك، يطلب منك أن نعم رح أوقف أواجه أهلي عشانك. أوكي، خل نبتدي في هذا المشوار مع بعض، خل ناخذ أول خطوة. ولكن في شيء أنت أيضا يا برج العقرب لازم تسويه مقابل هاي الحركة اللي راح أسويها، مقابل هاي المواجهة اللي راح أواجه أهلي عشانك، ولكن محتاج أنك تخبي عنهم شيء. شنو تخبي عنهم؟ لبعضكم راح يكون مثلا تخبي عنهم أنك تزوجت في السابق، تخبي عنهم أنك مثلا لست كذا كذا، تخبي عنهم أن أنت مثلا فقيرة، تخبي عنهم مذهبك، دينك، تخبي عنهم توجهاتك السياسية، أن أنت مثلا ليبرالي، أن أنت محافظ، أن أنت whatever. لأن تشوفوا هذا عندكم شخص يحاول أن يمسك العصا من المنتصف. نعم بيواجه، بس المواجهة ما راح تأخذ طول الطريق، راح يقدر يواجههم في أمور معينة، أمور تخص تفاصيل المهر، أمور تخص الاختلافات اللي راح تدخلون في، بيكون اختلافات بين أهله وبينك أنت، بين طرفك برج العقرب. راح يحاول أن يسوي نوع من الوساطة، بس في أمور ثانية الوساطة ما راح، ولا حتى المواجهة راح تحلها. فراح يطلب منك أن تخلون شيء سري بينكم. هل هو زواج سري؟ يمكن، بس لا، أنا ما قاعدة أحس أنه هو ارتباط كله سري. لا، شيء معين يطلب منك أن أنت تخليه سري. مثلا عليه ديون، يطلب منك أن أنت ما تخبر الآخرين بهذا الشيء. راح يأتمنك على شيء جدا مهم في الفترة القادمة، وهذا يبين لك نوايا تجاهك انه هو جاد، حتى لو كان يبين امام الاخرين. ما ادري هني كانه قاعد يخاف او قلق من صورته الاجتماعيه في البدايه، خصوصا بدايه علاقتكم. صبرت على شخص برج العقرب، جدا سهلا يؤثرون عليه الاشخاص المحيطين فيه، ويخاف ايضا من رايهم، من رده فعلهم. الفتره القادمه بتكون في مواجهه لمصلحتك، ولكن راح يطلب منك تنازل، او ان على الاقل تتفقون في الخفاء على شيء. تتفقون مثلا ان المهر هكذا، مثلا والدك طلب مهر مبالغ فيه، وبعدين تتفقون ان مثلا ترجع لجزء من المبلغ لانه هو لا يستطيع. ففي اتفاق، في مواجهه وفي اتفاق عندك. خلينا نشوف الحين المنفصلين شنو راح تكون طاقتهم مع اي ابراج. على الاغلب في احتمال الرجوع يا عقارب. هلا نشوف. بسم الله. الأبراج الهوائية، الميزان، الجوزاء، الحوت، إنزين. ولكن الأبراج الترابية بشكل عام، مو فقط في قراءتكم برج العقرب، بشكل عام خلال قراءات شهر فبراير، الأبراج الترابية ما عندهم نية أن يطرقون الباب ويعملون على الرجوع، لأن هني نتعامل مع أشخاص مستمتعين بحياتهم كعزاب. برج الحوت جدا يرغب في الارتباط أو الرجوع في الفترة القادمة. ترى أبراج الهوائية راح يكونون ناضجين، زين، يرغبون أن مو فقط رجوع، يرغبون أن يعطونك حقك، ينصفونك. هذا هي الكلمة، ينصفونك. أنا هني أوردي أحس بطاقة الأبراج النارية. خلنا نشوف. سرطان أيضا موجود عندنا، بما أن طاقة الماء عقرب وسرطان. لما أقول أبراج النارية طلعت هني عندنا كرت الشمس، هو كرت برج الأسد. عندنا هني برج الحمل والقوس، أكثر شيء قاعد أحس فيه حمل وأسد. زين، هاي الكرتين مع بعض يقولون لي إن من أحد أسباب وأهم محفزات رجوع الشريك في الفترة القادمة راح يكون من أجل إنجاب الأبناء. إنجاب الأبناء، وخصوصا الابن. يريد عندكم أشخاص راح يرجعون خلال هذا الشهر، عندهم رغبة مو فقط في الزواج، وإنما
مستعجلين على إنجاب الأبناء، يريدون وريث ولي عهد في حياتهم. إنزين، خلنا نشوف ماذا يريد أن يكفر نتارو. أيضا عندنا أميرة السيوف. يا منفصلين، خلال الفترة القادمة راح هني يكون في شخص نوعا ما ثري أو مرتاح ماديا، أكبر منكم في السن، يرغب في الارتباط، ولكن الاحتمال الأكبر أنه هو إما مطلق، إما أرمل، إما لديه زوجة أولى، زوجة ثانية. زين، شخص مرتاح جدا ماديا، ناضج. إذا ترغبون فقط بالراحة المادية عليكم به، ولكن إذا تبون الحب والعشق، هذا الشخص الحياة معاه نوعا ما، الطاقة اللي قاعدة تأتيني، الحياة معاه نوعا ما مملة. فيها نعم الراحة المادية والبرستيج الاجتماعي، فيها أن مثلا يعيشك في مستوى جميل، ولكن ما قاعد أحس فيها طاقة الباشن العشق الحب، حتى على كثر مشاكله، ولكن الحب موجود هنا مع طاقة الأبراج المائية والنارية. الأبراج الترابية هذا الشهر ما أدري ليش مقررين أن يظلون في هاي الطاقة، أكيد في تحركات الكواكب في سبب يفسر هاي الطاقة. زين، هذا نعم يرغب بالارتباط، يرغب بالزواج، لكن أحسه شخص جديد، مو شخص قديم من ماضيكم. هذا برج الجدي، برج العذراء، برج الثور، أو شخص حتى الطالع والقمر عنده في هاي الأبراج، مرتاح ماديا. زين، مو شرط يكون مطلقة ومتزوجة، ممكن يكون، ليش تأتيني طاقة الرجل الكبير؟ ممكن يكون شخص راح يرتبط فيك، يريحك ماديا، أوكي، وضع المادي جدا ممتاز، ولكن العلاقة تخلو من الشغف، من الحب، أوكي. يقول لك أعطيك فلوس، كثير من العلاقات كذي، أعطيك فلوس خليك تصرف براحتك، ولكن في المقابل ما تزاحمني في حريتي. هذه الطاقة موجودة. خلينا نشوف النصيحة الأخيرة أو العامة لبرج العقرب. بعضكم رح يختار الحب، وبعضكم رح يختار المادة، وكل إنسان حر في اختياره. عندنا كارت أنفنش سيمفوني. exchanging gifts، بالضبط هذه هي الطاقة اللي ابتدينا فيها هني، طاقة المقايضة، طاقة أيضا التخفي. برج العقرب، نصيحة لك هني إن أنت مقبل على فترة راح تحتاج فيها أن ما تكون واضح مع الآخرين، سواء في العمل والبزنس والأموال ونواياك بشكل عام، نواياك ما تكون واضح فيها. لأن إذا تذكر أو إذا تلاحظ هاي الصورة، شخص يخرج من بوكس الهدايا ولكن متخفي على وجه قناع، أوكي. ففي راح يكون في هذا الشهر مفاجآت، أشياء غير متوقعة، إيجابية نعم، ولكن لا تكون واضح في أن تشارك الآخرين. الهدية دائما تتكلم عن المشاركة، لأن تشوف الآخرين على طول راح يكون يمدون يدهم، يريدون أن يأخذون جزء من هاي النعمة اللي أنت فيها، أو النعمة اللي أنت مقبل عليها. إذا تريد أن تشاركهم هذا شأنك، بس لا تنسى أن في تحذير. ابتدينا هنا في تحذير إذا رغبت بأن تشاركهم. Unfinished Symphony، خلنا نوضحها من كروت التارو، أن طاقتها شوي اليوم غريبة. هذا كرتك أنت برج العقرب، هذا كرت يبين لي جدا وبقوة أنه راح يكون في شخص حبك القديم، حبك الأول، أكبر حب عندك. زين، الشخص اللي فعلا حبيته بكل جوارحك، هذا الشخص راح يكون يرغب بالرجوع. راح تصير في صدفة لما أشوف Unfinished Symphony، المعزوفة الغير اللي ما انتهينا منها. فهني كأنما بصير في صدفة تجمعك مع شخص من الماضي البعيد، شخص يرغب بأن يرجع العلاقة، يرجع الصداقة، يرجع الحب. هو أكثر استعداد اليوم، أكثر نضج، ولكن أحس أنت يا عقرب، أنت من جانبك مو مستعد، أنت من جانبك هو هذا الشخص لم ينتهي منك، أنت انتهيت منه. السيفين،
برج العقرب نصيحة لك في هاي الشهر أن تكون قد قراراتك، أوكي، تتحمل مسؤولية قراراتك خصوصا في الحب، لأن العروض اللي راح تأتيك من شهر فبراير وطالع في الحب في الزواج راح تكون عروض مصيرية، عروض إذا قررت تمشي فيها أو إذا قررت تقطعها بالسيف وتنهيها. هذا ما فيها مزاح، ما فيها لعب، ما فيها، محتاج تكون شوي سيريس، جاد أكثر. برج العقرب يؤمن بالمرونة بما أن طاقة مياه، ولكن في الحب وفي الزواج في التحالفات اللي أنت هني مقبل عليها محتاج تكون جاد أكثر، واضح، مو واضح، جاد، محتاج أن تكون واعي، خلينا نقول كلمة واعي لقراراتك، لأن نتائجها، تشوف لما أشوف هذه الكارتات تحس نتائجها راح تظل تاكل منها في حياتك على المدى الطويل، فكون حذر عزيزي برج.